الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري شغالة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الانتخابات اللي من خلالها الحزب الجمهوري بيختار مرشحه اللي رح ينافس بايدن. اوريدي في كم اسم كانوا موجودين وخرجوا من السباق، والان اللي باقين في المنافسه هم دونالد ترامب ونيكي هيلي. امس كانت الانتخابات في ساوث كارولينا، وهذه ولايه نيكي هيلي، يعني مسقط راسها وكانت حاكمتها لولايتين، لكن الطعنه زي ما بيقولوا جات لنيكي من القريب قبل الغريب، وخسرت بفداحة أمام دونالد ترامب اللي حصد 60%، وهي يدوب ما جابت 40%. حتى ترامب اللي بيواجه سلسلة دعاوى قضائية ومحاولات مستميتة لوقف ترشحه، طلع عمل خطاب مبسوط طبعا فيه بالفوز يعني، بس حتى ما تعب نفسه ولا جاب اسم نيكي هيلي في كلمته أصلا. يعني I was just informed that we got double the number of votes that has ever been received in the great state of South Carolina. So that's pretty good. So it's a record times two. الأنظار بعدها أكيد اتوجهت لنيكي هيلي. كثار كانوا مستنيين نتيجة الانتخابات في ولايتها، وشايفين أنه خلاص بعدها مفروض تنسحب من السباق، لأنه أوريدي يعني ترامب سابقها بمراحل. لكن نيكي صدمت الكل لمن طلعت وأكدت أنها مكملة في الانتخابات، وأنها يعني ما حتنهاز، وقالت أنا ست قد كلمتي. يعني وكانت قالت قبل إنه إيش ما كانت نتيجة ساوث كارولينا أنا راح أكمل. I said earlier this week that no matter what happens in South Carolina, I would continue to run for president. I'm a woman of my word. America will come apart if we make the wrong choices. This has never been about me or my political future. We need to beat Joe Biden in November. I don't believe Donald Trump can beat Joe Biden. عشان نكون صادقين، صحيح يعني هيلي بعيدة عن ترامب في النتائج، لكن الرقم اللي حققته كمان أعلى مما توقعت صراحة الاستطلاعات. لكن رغم كده ترامب للآن مهيمن على المنافسات الخمسة اللي صارت، والآن مع ساوث كارولينا ما عاد لها أمل تقريبا يعني، لكنها مصرة أنها توصل للثلاثاء الكبير في 5 مارس. إيش هو هذا الثلاثاء الكبير؟ هذا يوم رح ينتخبوا فيه الجمهوريين في 15 ولاية ومنطقة أمريكية، وهذا نوعا ما بيكون خلاص يعني حسم الأمور يعني. أورلاندو بينضم إلينا منها توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي. أهلا فيك معنا أستاذ توم. يعني أول شيء خلينا يعني قبل ما نتكلم على إصرارها، خلينا نتكلم على أنه يعني فضيحة أنه الواحد ينهزم في ولايته صراحة. أولا مرحبا لك سارة وللمشاهدين الكرام. طبعا هي خسارة كبيرة، والفرق كان 20 نقطة في ولاية ساوث كارولينا، وهذا يجب عليها أن تنسحب. ولكن لماذا لم تنسحب حتى هذه الساعة؟ هنالك 3 نقاط أساسية ربما تستعملها. أول نقطة، هي ستنتظر حتى 12 آذار القادم، عندئذ بيكون أكثر من 50% من الولايات صوتوا، وهذا ربما يخول الرئيس ترامب أن يكون له الأصوات الكافية ليكون المرشح الرئيسي في للحزب الجمهوري. وهي كذلك الأمر ستعرف قدرتها في هذه الولايات وهذه الأقضية من الولايات في حال حاولت أن تترشح لسنة 2028. أوكي. أما النقطة الثانية، في حال أي شيء حصل للرئيس ترامب من اليوم حتى 5 نوفمبر للانتخابات، ستقول هي أنا الكفوءة أما الكفيئة لأن أكون
اخذ محل الرئيس ترامب في حال لا سمح الله توفى، اما شيء طارئ جد ضده فستقول انا يعني هو اوريدي عنده مليون قضيه ضده شغاله يعني حاليا يعني صحيح. واخر نقطه حتى تعرف الداعمين ماديا لها، من سيستمر معها بالدعم المالي ستستعملهم في انتخابات 2028 القادمه. هذا انا اتصورها. لهذه الاسباب لا تزال مستمره برغم عدم الجهود الكفيلة لها لتكون مرشحة الحزب الجمهوري. أنا واحدة كمان من الأشياء اللي باهرتني بما أنك يعني ذكرت سيرة التمويل، وأنه يعني رغم أنه الكثير يعني بيقولوا أنه ترامب يعني هو اللي خلاص حيكون المرشح الجمهوري، لكن واضح أنه في داعمين لها ومستمرين، يعني كثير من الآخرين خلاص انسحبوا من البدايات خلينا نقول، لكن هي واضح في ناس مؤمنة فيها حقيقة بتدعم حملتها الانتخابية ماديا. يعني في كثير من أصحاب الشركات والمصالح الكبرى التي تتعامل دوليا وخاصة شركات السلاح وشركات كبرى تعمل على صعيد عالمي تفضل إذا كان هنالك من مرشح سينتصر بالانتخابات 2024 أن تكون السيدة نيكي هيلي، لأنه ستعمل لمصلحة هذه الشركات دوليا. أما الرئيس ترامب هو قومي وطني بامتياز، سيعمل لمصلحة الشركات الأمريكية داخل أمريكا، وهو ضد الحروب وضد تجارة السلاح وضد هذه المؤسسات، وهذا الفرق بين اثنان. فهذه الشركات التي تدعم نيكي هيلي بنفس الوقت تدعم الرئيس بايدن، لأنه بيعتبروهم اثنيناتهم عندهم مصالح دولية يعملون لهذه المصالح وليس للقوى الوطنية فقط. طيب أستاذ توم، يعني واضح جدا انحيازك لترامب في هذه الإجابة. لا، أنا انحيازي لقومية وطنية بدون شك، وكذلك يعني كل الناس عم بتطالب دائما بتهدئة في دول العالم من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط. وهنا انه نحن بنعرف بعهد الرئيس بايدن انفلش الوضع الامني، يعني هذه الحرب السائره اليوم في اوكرانيا لا يجوز ان تستمر اكثر من بعد يعني سنتين وحوالي المليون قتيل من الجانبين والخسائر الكبيره، يجب ان تتوقف. وهنالك صراع في الكونغرس الامريكي اليوم بين دعم الاستمرار الدعم الى اوكرانيا اما التوقف عن هذا الدعم، فهذا شيء ينعكس علينا نحن ابناء هذا الوطن والضرائب التي ندفعها لمصالح دول خارج الولايات المتحدة. طيب إذا حطينا هذا الموضوع يعني على الجنب، نيكي هيلي إيش هي، خلينا نقول إيش أقوى نقاط في السي في حقها؟ يعني أقوى نقاط بدون شك مارست تكون حاكمة ولاية ساوث كارولاينا عند القدرة من هذا النظر. كانت بعهد الرئيس ترامب سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، لديها العلاقات الدولية، وبنفس الوقت هي اليوم جالسة على إدارة أعمال أما ضمن مجلس إدارة لشركات عديدة منها بوينغ وغيرها في الولايات المتحدة. هذا يخولها على العمل الاقتصادي والإداري لتحمل المسؤولية في حال استطاعت أن تصل إلى سدة الرئاسة. كونها امرأة هل هو عامل مساعد ولا عامل ضدها؟ لا، كونها امرأة طبعا بدون شك هو عامل مساعد ضمن الولايات المتحدة، وخاصة بعد المحكمة العليا ألغت موضوع الإجهاض يعني عدلت فيه، فهذا إذا كان هنالك تخوف من الامرأة في الولايات المتحدة ربما هي ستزيل هذا التخوف لأن تعتبر نفسها من هذا النسيج وهذا المجتمع. طيب نحن بنشكرك على هذه المداخلة. كان معنا توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، شكرا لك.